هاي انا وحمد، هناك كلاب والله ينبحن هسه، متوجهين لهن خنازير، راح نصيد من عندهم. صارت نبحه قويه مع كلاب هناك. هذا ابو خنزر، شوفه وش بي لحم. تازه تازه. هاي جايبها ثاني؟ ايه كلش حطيتها. لا شوفوا هذا ابو خنزر، وش بي لحم. شوفوا صيد اليوم هذا، شوفوا خطيط. بشهر اليوم؟ اليوم 15 يوم 16 يوم الجمعة 16/9/2022. هذا ليف، هذا ليف، هذا خنزير ابو الليف، هذا مو املس. شوفوا